مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في الحصيلة. في الجزء الأول نضع تحت المجهر حصيلة 21 عاما من الاستراتيجية المغربية لمواجهة الإرهاب والتطرف. في الجزء الثاني نرصد آخر أخبار الحملة الانتخابية والوضعية الحقوقية في تونس، فيما نخصص الجزء الثالث للتحركات الأمريكية في أفق التوصل لاتفاق بشأن إطلاق النار في غزة والتصعيد الحاصل في الجبهة اللبنانية. أهلا بكم معنا. مشاهدة الكرام، يسعدنا كثيرا أن يكون معنا في الجزء الأول الدكتور خالد شيات، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من المحمدية الدكتور صالح نشاط، وهو أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. أبدأ معكم دكتور خالد شيات. إذن مرة أخرى يتم توقيف شباب موالين لتنظيم داعش، ما خطورة هذه المجموعة وما خطورة هذه الخلايا الإرهابية التي تفكك بين الفينة والأخرى، وما دلالات استمرار هؤلاء الشباب التغرير بهم والولاء لتنظيم إرهابي كداعش؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم من المحمد. أعتقد أنه بداية لا يمكن الحديث عن خطورة كل أعمال إرهابية، لأن العمل الإرهابي كما يوصف وكما يمكن تعريفه على كل حال من ناحية الأكاديمية وليس من ناحية قانونية، يجب أن نقول هو عمل يستهدف يعني المس بأمن الدولة وب مؤسساتها وأحيانا بأشخاصها ومسؤولها وببنياتها وبمجموعة من المقومات الأخرى بدون أن تكون هناك علاقة يشين أن نقول شخصية أو مباشرة بين الفاعل وبين الفعل بحد ذاته، سوى الجانب الذي يعني تبناه هذا الشخص من الناحية المفاهيمية ومن ناحية فهمه لإيمانه بهذا العمل الذي هو طبعا عمل تقليدي والذي يصبح في ذهنه كذلك وعمل بالنسبة إليه يدخل في باب البطولة طبعا بطرق ترتبط بمنهج يعني تدريسي شنو نقول أو تعليمي أو تلقيني مرتبط بمجموعات أكبر منه وبمسارات دولية أحيانا تتسي. لذلك نعتقد أن العمل الإرهابي فيه بعد خارجي، فيه منطق الذي يحاول فيه أطراف عديدة أن تمس بالمغرب، تمس باستقرار المغرب. أعتقد أن رأس مال المغرب الكبير موجود في بنيته الاجتماعية السياسية التي تجعل بينه على كل حال بلدا امنا ولا يتعرض لهذه هذه الظاهره الارهابيه. يمكن ان تكون ايضا يعني في توازي وتماهي مع غايات استراتيجيه لمنظومات لقوى احيانا حتى لدول اخرى، ولكن للاسف كما قلت انه هذا الامر يرتبط باليات للتنفيذ بادوات بشريه محليه ان شئنا نقول مرتبطه بتلقين ويعني اعتماد مفاهيم. دائما في مجال الإرهاب الآن هناك مفاهيم دينية للأسف تجد يعني محل لها لاعتبارات ربما مرتبطة بطبيعة التنشئة التعليمية والتنشئة الاجتماعية وطبيعة المنظومة الفهمية المفاهيمية والفكرية المحدودة غالب الأحيان لهذه الأطراف وهذه الأشخاص الذين يسهل اقتياده. لذلك نعتقد هذه كتلة من ناحية، وهناك طبعا الكتلة الموازية والكتلة الأمنية هي طبيعة هي الحل المباشر، هي الحل في الجبهة الأولى مكافحة هذه الإرهاب. والحمد لله في المغرب تقريبا من سنة 2000 كما ذكرت في بداية تقديمك اليوم أكثر من 200 عملية ساهمت فيها الأمن المغربي لتوقيف ولي يعني الحد استباقيا في الغالب من هذه العمليات حتى لا يكون لها أثر على المستوى العملي والتطبيقي على المستوى المس بالأمن الداخلي للمغرب. دكتور نشاط، نحن نتحدث عن استراتيجية أمنية تجاوزت 21 سنة وما زالت ناجعة، ما هذه الأعمدة التي جعلت من هذه الخطة تقف على أرض ثابتة وجعلتها ناجعة إلى الآن؟ بداية شكرا لك يا أختي جوهرة. أهلا بك.
صحيح هناك استراتيجية بعد مرور 21 سنة على الأحداث التي شهدناها جميعا، أحداث الأليمة 2003، هذا يعني مو عن استباقية ويقظة الأجهزة الأمنية. والحادث الذي وقع اليوم والذي تحدث عنه الأستاذ خالد يعني تفكيك خلية إرهابية تعالج أو تعطينا صورة على هناك وجود يقظة واستباقية في محاصرة هذا الفكر أو هذه الجماعات أو هذه الخلايا التي تحمل فكرا إرهابيا. هذه الاستراتيجية التي دشنها المغرب منذ الأحداث 2003، وإنما هي جاءت في سياق دولي عالمي، العالم كله خصوصا نحن نستحضر الأحداث ونحن في شهر شتنبر، أحداث 2001 التي ضربت أمريكا، الحدث الفاصل الذي كان يشهده العالم آنذاك، والمغرب تا وكان له نصيب في 2003. فأكيد تركزت الجهود الدولية والإقليمية، وأيضا المغرب مشهود له بنباهة استراتيجيته في هذا المجال، وخط لنفسه خطا متميزا أصبح اليوم يضرب به المثل في جميع دول العالم، الاستباقية الأمنية في هذا الباب. والحدث الذي وقع وذكرته في الأخبار، الحدث الذي وقع اليوم في باماكو، يعني ما زالت هذه الأنشطة مع الأسف الشديد هناك جماعات وخلايا مع الأسف تنشط. نحن قلنا تقريبا بعد مرور 20 سنة قلنا انتهى الكلام عن هذا الموضوع، موضوع الإرهاب، ولكن اليوم أصبحنا نتحدث عن إرهاب في صورة جديدة، بل له صور تتجدد كل يوم. اليوم تتكلم عن الإرهاب الإلكتروني، تتكلم عن الإرهاب الذي لم يعود يستعمل الأدوات التقليدية القديمة التي شهدها العالم في 2001 و2003 وغيرها من هذه الأمور، أصبحت هناك صور أخرى. وهذا يستدعي من الجهات الأمنية المغربية، وهذا معهود فيها، أنها هي أيضا تجدد من وسائلها ومن آليات استباقيتها لمحاصرة هذا النوع من الجريمة أو الإرهابية، لها خصوصية ليست كالجرائم الأخرى حينما تقع ونبحث عن القصد، فلا بد أن نبحث عن مع الأسف الأذهان بعض المغرربين مع الأسف الشديد من القاصرين ومن الشباب. والأخبار التي توارت عنها اليوم معظم هؤلاء الذين تم ضبطهم يعني أعمارهم ما بين 19 سنة إلى حدود هكذا في العشرينيات، بمعنى شباب مغرر بهم هذا بكل تأكيد. وأعتقد أن الدولة إلى جانب الآلية يعني وضعت خطة أيضا لمعالجة واستباق هذه الأحداث حتى لا تقع في المستقبل. طيب دكتور شيط، عندما نقول خطة استباقية نتحدث عن ربما كلمتين خفيفتان على اللسان، ولكن ماذا وراء هذه الخطة؟ ما هو العمل الذي يقام به هكذا في الأيام العادية من أجل أن تكون هذه الخطة استباقية ناجعة فعلا؟ ونحن نؤكد أن حتى البلدان الكبرى المتقدمة في المنظومة الأمنية تم اختراقها، ما الذي يجعل المغرب استثناء في المنظومة الأمنية؟ أنا أعتقد أننا يمكن أن ندرك بعض هذه الجوانب، وتبقى جوانب أخرى، لأن الطابع الأمني دائما سيبقى له جانب يعني سرين. من لذلك أنا أعتقد أنه بالظاهر لهذه المسألة هو أنه على الأقل موجودة بالنسبة للمغرب في بنيات متوازية. أنا هناك يعني على المستوى المؤسساتي، على المستوى القانوني، على المستوى التنزيل، على مستوى المقاربة الأمنية بما يتعلق أيضا بالأدوات التي يستعملها المغرب، سواء في المكتب المركزي أو في النيابة العامة المختصة أو في المنظومة القانونية القضائية الخاصة فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، وأيضا في مجال الأدوات التي نقول الاجتماعية التي تستعملها أيضا الأجهزة الأمنية كما قلت لاستباق المعلومة ولمعرفة المعلومة. اليوم طبعا هناك تحدي كما قال الأستاذ الكريم قبل قليل، أن هناك تحديات كبيرة جدا على المستويات متجددة على مستوى الأدوات التي يمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية، وهذا طبعا يستدعي من أجل الأمنية أن تكون دائما سباقة إلى معرفة هذه الأدوات، لأننا نعرف دائما أن المجرم يكون دائما سباقا إلى فعل الجريمة حتى تأتي بعد ذلك الأعمال التي يمكن أن تكون نقول تحد من الجريمة الآن ونحن في منطق مختلف. لذلك فهذه المنظومة القانونية المؤسساتية الاجتماعية السوسيولوجية نقول تبع عامة موجودة، وهي التي تعطي هذه الفعالية. لذلك أيضا على المستوى الدولي المغرب حاضر في أشكال متعددة في التعاون مع باقي الأطراف الدولية الأخرى في تمكينها من واستباق العمليات الإرهابية حتى في دول أخرى خارجية، وهذا ما يعطيه ومكنه أيضا في التعاون حتى مع الأمم المتحدة
كما هو الحال بالنسبة للمنظمة المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأيضا هذا الذي خول أيضا أن يكون هناك منصة على المستوى الوطني سواء فيما يتعلق بالبرنامج الخاص مع الأمم المتحدة في إفريقيا الذي مركزه أو مكتبه بالرباط، وأيضا منصة مراكش التي تجمع حوالي 38 دولة إفريقية لتلقين ومحاولة جمع يعني كل المعطيات وتبادل التجارب والخبرات. وبالتالي فأعتقد أن المغرب ليس فقط يعني لديه إمكانيات على المستوى الذاتي والداخلي، وهذا طبعا يبقى دائما رهنون بالاجتهاد الذي تقدمه يعني الجهات الأمنية لتعاملها المباشر التي هي تعلم أكثر من أي شخص هذه التعامل، لديه أدوات مختلفة كما قلت سابقا، ولكن أيضا لتصدير العملية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى القاري للتعاون، لأننا نعرف كما قال الأستاذ قبل قليل أن هناك أعمال إرهابية في مجموعة من دول الإرهاب ومنظومة عالمية ليس منظومة محلية، وما يرشح لنا من مجموعات وأشخاص الآن الذي أصبحوا يعني منذ زمن ليس بالقصير أصبحوا مجموعات أو أفرادا يعني لا يرتبطون بمجموعات خاصة بل ما يسمى بالذئاب الشباب، الآن أصبح هناك أيضا انفراد أكثر على المستوى الفعل وعلى المستوى التلقين الداسي وبالتالي محاولة الفعل، وهذه أشياء أعتقد أنها توحي لنا بأنه عندما تكون هناك نجاحات أمنية أن هناك أدوات تضبط هذه المسألة حتى على المستوى الذاتي حتى على المستوى الفردي حتى على المستوى الشبكة العنكبوتية حتى على المستوى الاجتماعي العام وحتى على المستوى الأسري والمستوى الداخلي، وهذه أشياء أعتقد أنها تثلث الصدر وتعطي أمانا أكبر ونتائجها ليس فقط على المستوى الأمني وبالنتائج على المستوى ما يكتسبه المغرب من يعني من 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 خبره ايضا على المستوى الدولي ودعم على المستوى الدولي لتنظيم يعني منتقيات ومنتديات وحتى فيما يتعلق بكاس العالم واشياء كلها معايير تدخل المغرب منظومه امنيه ناجحه بفعل العمل الدائم والدؤوب التي تقوم به اجهزه الامن المغربي. طيب دكتور نشاط، انا اريد ان اتوقف عند الجانب الانساني في هذه الاستراتيجيه وضمان خط الرجوع والمصالحه. اليوم عندما ربما ننظر الى هذه النقطه نرى الجانب الانساني وهو جانب مهم. برنامج مصالحه الى الان لم نتحدث في الحقيقه عن حصيلات، سنفرد لذلك احدى الحلقات. ما اهميه هذا البرنامج ان تضمن للمغرر به او للمذنب خط الرجوع وامكانيه المصالحة والتصالح مع الآخر ومع وإعادة إدماجه كذلك في مجتمع؟ أنا أشكرك أستاذة جوهرة على هذه اللطيفة وهذه الالتفاتة العجيبة. بالفعل البعد الإنساني وهذا هو مما جعل المقاربة الأمنية المغربية تتميز عن غيرها من المقاربات الأمنية في كثير من الدول، هو إدماج البعد الإنساني. لما نتكلم على الاعتقال، لما نتكلم على الإجراءات اللي جات بها المسطرة المدنية كلها فيها مشبعة بالبعد الإنساني وحقوق الإنسان، وأنت تعلمين دستور 2011 يعني وضع حداد لكل السياسات اللي كانت أو الآليات والإجراءات المعمول بها صار سابقا في محاربة ظاهرة الإرهاب. الحمد لله المغرب يشتغل هذه المحاربة الإنسانية، حقوق الإنسان مدمجة في الآليات الآليات التي يعمل بها المغرب لحصر وتفكيك هذه الخلايا الإرهابية. وذكرت برنامج مصالحة، صحيح هذا مما يفتخر به المغرب، 2019 تم إقرار هذه المصالحة اللي الحمد لله كانت فيها مقاربة تشاركية، كانت فيها المندوبية السامية للسجناء وإعادة الإدماج، وأيضا كانت فيها أعتقد مجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا الرابطة المحمدية للعلماء. كل هؤلاء الأطراف اتفقوا على خطة، لأن السؤال ما هو؟ وهذا الذي تم اعتقاله فهو في نهاية المطاف ضحية لإغراءات، لتهديدات، لفكر مع الأسف غير سليم، فهو ضحية. وبالتالي نحن كدولة، دولة عاقلة ورشيدة، هذو أبنائها ينبغي أن لا تسلمهم إلى هؤلاء المفترسين مع الأسف الشديد. بمعنى لابد للدولة المغربية العاقلة أن تحتوي هؤلاء المغرر بهم، وهؤلاء ضحايا في هذا المطاف ضحايا. وبالتالي كانت هناك برنامج مصالحة بمعنى هذا الذي، وغير في السنة الماضية جلالة الملك حمد عفو ملكي على واحد 18 شخص مدان بجرائم الإرهاب، وهذه كانت إشارة عجيبة بأن المغرب يعني طوى صفحة ويريد أن يتصالح مع أبنائه. طيب. المغرر ضحايا هذا الفكر المتطرف مع الأسف الشديد، فهذه إشارات إيجابية ولله الحمد في المغرب. يعني إلى جانب الآليات الاستباقية الأمنية هناك أيضا البعد الإنساني الحاضر بقوة وبكل تميز، هذا الذي قضع محكوميته أو تم إخراجه بعفو، بمعنى مستقبله أيضا مطروح على هذه الهيئات، بمعنى توفير له الشغل، سكن،
التكفل لأبنائه إن كان هناك له أبناء، بمعنى البعد الإنساني حاضر بقوة. والحمد لله النتيجة أدت إلى أعطت نتائجها، واحد مجموعة ديال الناس الحمد لله الحركات أو الأحداث اللي وقعت في 2003-2004 كذا اليوم خفت وطأتها، ما بقيناش نسمعوا لها، واحد مجموعة ديال نشاطها أصبح اليوم يعني في تناقص ملحوظ جدا. نعم. طيب وهذا دكتور عفوا دكتور خالد شهيد، بقي ما دقيقتين، أريد أن أركز على المعادلة الصعبة في مواجهة الإرهاب. إلى أي مدى نجح المغرب في الحفاظ على طرفي المعادلة، نواجه الإرهاب نواجه التطرف ولكن في احترام تام لحقوق الإنسان؟ أنا أعتقد أنه بالنسبة للمغرب هناك مقاربات متعددة. قلت في بداية كلامي ربما المسألة الأمنية هي الخط الأول لمجابهة الإرهاب، يعني أنه عملية ضرورية لا يمكن أن نتحدث اليوم أنه للأسف مضطرة لأخذ الكلمة لأن الصوت لا يصلني واضحا. دكتور نشاط، أعطيك الكلمة لتتحدث عن هذه المقاربة، كيف نحافظ على الأمن في احترام دائم لحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب والتطرف بكل حزم في دقيقة؟ هذه معادلة صعبة، كيف نحن الصوت كذلك لا يصلني واضحا، أعتذر منك دكتور صالح نشاط. شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به، شكر موصول كذلك للأستاذ دكتور خالد شهيد الذي كان معنا مباشرة من وجدة. بعد قليل نعود إليكم في الجزء الثاني من البرنامج، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.